وايه المطلوب مني بالظبط؟ انا قلت لك لاحظ انهم مهتمين بيه في تل ابيب بشكل خاص. انك ما بتحبش تقعد مع حد، ما بتحبش تصاحب حد. لا انت ليه ما بتحبش تقعد مع الناس؟ انت عارف ان المجتمع زي مجتمع تل ابيب لسه صغير ومحدود، مفيش اكتر من الاخبار بتنتشر فيه. انا دايما صالح صبحان.